عشر شخصيات مؤهلة لرئاسة الحكومة في المغرب. يكاد يجمع المتتبعين للشأن السياسي المغربي أن هناك أربعة أحزاب سياسية تتنافس على احتلال المرتبة الأولى بدرجات متفاوتة، ولن تخرج عن حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال. وحسب ما أوردته أسبوعية الأيام في عددها لهذا الأسبوع، فإن هناك 10 أسماء مبشرة برئاسة الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي عزيز أخنوش الذي بحيث لا يختلف اثنان بكونه الشخص المفضل لدى العديد من صانعي القرار في المملكة لتولي هذا المنصب، وهو المرشح رقم واحد ليتولى هذه المهمة الحساسة في الخمس سنوات المقبلة، ومحمد بن شعبون البنكي الذي يؤهله حسه التوافقي لرئاسة الحكومة، ومولاي حافظ العالمي الملياردير الحسيطي الذي تعتبر حصيلته بصفته وزيرا للتجارة والصناعة والاقتصاد، وهو من كبار المقربين من الدائرة الضيقة للملك. وحسب المنبر ذاته يأتي سعد الدين العثماني الذي يبقى الخيار رقم واحد في حال إذا ما تصدر حزب المصباح الانتخابات المقبلة، بحكم أنه الأمين العام للحزب، ومصطفى الرميد المؤهل المستبعد الذي يحظى باحترام القصر ورجالته، فقد تم رفض استقالته التي تقدم بها في وقت سابق على الرغم من مرضه، كما تم استدعاؤه إلى القصر وحين كان وزيرا للعدل ليذبح أحد كبشا عقيقة الأمير مولاي أحمد، الإبن البكر للأمير مولاي رشيد. ويوجد من بين هؤلاء اسم نزار بركة، إذ من المرجح أن يتم تعيينه رئيسا للحكومة إذا تصدر حزب الاستقلال الانتخابات المقبلة.